900 شهيد فات خرب مجمع حل عن مدينة صفاقس وغرامة مالية كبيرة. شنو صار مع 16 جويلية 1881؟ إيجا نرجع بالزمان قبل حتى 150 سنة التالية. الليالة التونسية كانت حالتها تعبة ومضعبة، وبالأخص مع وزير فاسدين كيما محمود بن عياد ونسيم شمامة اللي سرقوا منها فلوس الدولة وهربوا. البعيد التونسيين كانوا يتسلفوا الفلوس وياخذوا قروضات من دول أجنبية، مما خلى تونس تغرق في الديون، واللي بالطبيعة شكون باش يخلصهم؟ الشعب. عام 1864 صارت ثورة بن خلال، وفي صفاقس صارت ثورة المشي والعصر، لكن الثورتين هذوما زوز تم قمعهم بالقسوة، وهكاكا ظهرت الدولة التونسية في أضعف حالاتها، مما خلى الدول الأوروبية تخمم باش تحتلها، باش تبسط نفوذها، وخاصة فرنسا وإيطاليا. فرنسا من الأول كانت طامعة في تونس، وكانت طامعة باش تحتلها، باش تأمن الحدود نتاعها بين الجزائر وتونس اللي احتلتها سنة 1830. هذيك علاش بعثت برشا جواسيس لتونس، ومنهم في صفاقس الجاسوس المعروف باسم قيس الماء، اللي كان يبعث في معلومات سرية وعسكرية لفرنسا. وبالفعل استغلت فرنسا حتى إطلاق نار صارت بين الحدود الجزائرية التونسية، وبعثت فرقة عسكرية هبطت بالتحديد في مدينة تونس بقيادة الجنرال بريار، وذلك يوم 12 مايو 1880، وفرضت على البي محمد الصدق بي معاهدة برد. البي في هذاك الوقت بعث أمر لجميع المدن وجميع القبائل التونسية برمي السلاح والاستسلام أمام المستعمر، لكن أغلبية المدن والقبائل رفضت الأمر متاع البي، شدوا السلاح وقاوموا واستبسطوا ضد المستعمر. والسؤال المطروح، كيفاش كانت رد فعل أهالي صفاقس ضد المستعمر؟